مع علمه وعلم أمثاله أن هذا البلد العربي ينشر الفساد واللا أخلاقية ليل نهار في سوح بلاده عن طريق حفلات ماجنة يستدعي بها العاهرات والراقصات والفاجرات من أقصى الدنيا إلى بلاد الحرم. مع علمه وعلم أمثاله أن السجود والمقابر أن السجون والمقابر قد امتلأت وعجت برؤوس دعاة التوحيد المظلومين. يا خالد الراشد، لك الله نسيك العالم ونسي جهودك وألقيت في غيائب السجون لأجل كأس صنعه اليهود. يا خالد الراشد، إننا نحزن للظلم 40 عاماً، 40 عاماً. أي ذنب في الإسلام يسجن عليه المرء 40 عاماً، يحرم من أهله ويحرم من ناسه 40 عاماً في أي شرع ودين؟ الحكام العملاء خانوا الله وخانوا الرسول وصدوا الشعوب عن دينهم وأخلاقهم، عبدوا المناصب وأطاعوا الصليبيين وقهروا الشعوب على الفقر والجهل وأغرقوهم بالشهوات. والله يا من حكمتم في زمان الغربة بغير شرع الله، والله الذي لا رب سواه، إنكم حثالة الناس وأراذلهم، ترفلون كل يوم في الرذيلة والهوان. والله مهما تمتعتم على الفرش الوثيرة وهنئتم في القصور الكبيرة، ستساقطون كالذر تطأكم الشعوب الشريفة يوم الحساب، وإن ذلك لناظره لقريب. قاتلكم الله، ما أسرع هلكتكم وما أعبدكم لهذه الحياة الدنيا. قاتلكم الله، لن أرى منكم إلا تشبثا بسنن الغربيين، تعضون بالنواجذ على أصول هديهم، بدلات أنيقة ووجوه ممسوحة منتوفة ونساء متبرجات. قاتلكم الله. أما الذين يشغلون أنفسهم بعيب ولاة الأمور وذكر معائبهم في المجالس أو في الأشرطة أو في غير ذلك، هذه خيانة، هذه خيانة مخالفة للنصيحة، هذه تشهير، هذه غيبة محرمة، هذه تفريق بين الراعي والرعية، وفيها مفاسد عظيمة. فهذه الأمور مع ولي الأمر يجب مراعاتها، لأن اجتماع المسلمين تحت قيادة منهم، ولو كانت هذه القيادة ليست كقيادة الخلفاء الراشدين، فيها نقص فيها، لكن ما داموا مسلمين، ما داموا على الإيمان، فإننا نتحمل ما يقع من الخطأ الذي يمكن تحمله، والذي لا يمكن يعالج بالنصيحة السرية التي يحصل بها المقصود ويندفع بها المكروه. اليوم من سن لنفسه سنة المعارضين في كل بلد، سبحان الله، لو استثمروا هذه الجهود والأموال والأوقات في تثقيف الناس في دينها وبدأوا من حيث بدأ الأنبياء، لاستطاعوا أن ينهضوا شيئا بالشعوب، لكنهم ما وفقوا. كأني بمالك بن دينار رحمه الله يرد عليه حينما قال: وأتمنى والله أن ينقش هذا الأثر في قلب كل مسلم في هذا الزمان يريد أن يفقه العلاقات بين الحاكم والمحكوم. كان مالك بن دينار يقول: كلما أحدث الناس ذنوبا أحدث سلطانهم فيهم عقوبة، كلما أحدث الناس ذنوبا أحدث سلطانهم فيهم عقوبة. ولو ترك الناس الدعاء على الملوك الظلمة عجل الله لهم بالهلاك، وما من أهل بلد أصلحوا دينهم إلا أصلح الله ملكهم. ألا تعلمون، يقول مالك بن دينار، ألا تعلمون أيها الناس أن الله يقول: أنا ملك الملوك وقلوب الملوك بيدي، من أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وتوبوا إلي أعطف قلوبهم عليه. قال الحسن البصري: أيها الناس، والله إن هذا الإمام قال كلاما يكتب كل حرف منه بماء العيون والذهب. وصدق من قال: ما أبغض الحسن البصري إلا رجل خارجي، ما أبغضه إلا رجل في قلبه لوثة التكفير.
لما؟ أنا أقول لو كان الحسن البصري في زماننا وقال ما ستسمعونه الآن لقال الناس هو من المطبلين. خرج الحسن البصري الذي يتبع هدي الأنبياء في الدعوة يقول أيها الناس لا تخرجوا، لا تقاتلوه، لا تقتلوه، إن كان الحجاج عقوبة من الله عليكم فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن كان بلاء فاصبروا وأصلحوا أنفسكم، فاصبروا وأصلحوا أنفسكم حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أيها الناس إنكم من أنفسكم أتيتم، والله إني أخشى عليكم إن عزل الحجاج غدا أن يولى عليكم القردة والخنازير، فإنما عمالكم أعمالكم، وكما تكونوا يولى عليكم الحجاج عقوبة فلا تدفعوها بالسيف، ولكن توبوا إلى الله فالله يغير بالتوبة ما لا يغير بالسيف والخروج. استقبلوا عقوبة الله بالتوبة والتضرع والاحتساب تكفوه. نعم، الإنسان يسأل الله الثبات، يسأل الله الثبات، ولو كان يعرف الحق ويعمل به ويعتقده فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتن، تأتي فتن وتجتاحه ويضل عن سبيل الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الخليل عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، خاف على نفسه. وهكذا كل ما قوي إيمان الإنسان بالله يخاف ولا يأمن من الفتن ولا يزكي نفسه، بل يسأل الله الثبات حسن الخاتمة دائما وأبدا، ويخاف من سوء الخاتمة، يخاف من الفتن، يخاف من الزيغ، من الضلال، من دعاة السوء.